سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على 3W.حياة.فم. برنامج سبيسيال تنس كالعادة يجيكم كل نهار حد نفس التوقيت الخمسة متاع العشي، كالعادة الأخبار تهم رياضة كرة المضرب في تونس والعالم وحصاد الأسبوع سبيسيال على الحياة فام. كالعادة اليوم في الحصة باش يرافقني أيمن ليقا في الإخراج التقني، أحمد المخلوفي في الإخراج الرقمي، وأنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية. في البداية اليوم باش نسلطوا الضوء على محمد علي بولالونا والتألق نتاعو، الرجوع إلى دورة أستراليا المفتوحة للتنس، ونرجع على أسباب انسحاب أنس جابر قبل بداية الدورة، وفي الختام الرجوع إلى المباريات الدولية للأواسط اللي تلعبوا بالحمامات وسوسة. هذا الكل مع رئيسة الجامعة للتنس مدام سلمى المولي بأكثر تفاصيل. مرحبا بك مدام سلمى، أكثر تفاصيل على التألق محمد علي بولالونا في هذه الدورة. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة لديما مواكبين فعاليات كل المباريات تقوم بها الجامعة التونسية للتنس، وكذلك المباريات يقوموا فيها والتظاهرات اللي يشاركوا فيها اللاعبين بتاعنا. محمد علي بولالونا ولاعب منتخب الحقيقة تاع برشا لتونس، كان لاعب من أحسن اللاعبين جونيور، لاعب كان متألق لعب في اليوس اوبن جونيور، كان مصنف ضمن الميات الأوائل في جونيور، وطوا بيان سور كنا نصف اللاعبين يمشيوا يدرسوا في أمريكا ويدرسوا في الجامعة في أمريكا يتعاطى كرة المضرب ويدرس كما لا ماجوريتي دي جوار، سي ان باركور اللي تعداو منه. قاعد يتألق البرشا، قاعد يقوم في مباريات انيفرسيتير كبار. بيان سور احنا كجامعة نتمناو أن يزيد يحسن مردوده ويكون ضمن فريق كأس ديفيز ويمثل تونس التظاهرات الكبرى الدوليه والاقليميه ان شاء الله. اكيد مدام سلمى، باش نرجعوا لدوره استراليا المفتوح للتنس، ونرجعوا على اسباب انسحاب انس جابر قبل بدايه الدوره. كما تعرفوا انس انسحبت على غالب، جاتها بليسور او نيفو دو دو مالوغوزمون في وقت خايب، في وقت دوره كبيره كيما غران شلام. احنا المهم هي فطنت بالبليسور نتاعها ووقفت ما كملتش المباريات. كما تعرفوا الإصابة تجم ومن بعد تاخذ وقت كبير للرجوع. أنس توا في فرنسا قاعدة داوي، هبطت البارح، نتمناو لها الشفاء، وإن شاء الله مادام المؤهلات والقدرات موجودة ترجع لنا في أقرب وقت. أكيد مدام سلمى، باش نحكيو مدام سلمى على الرجوع المباريات في الختام الدولية للأواسط اللي تلعبوا في الحمامات وفي سوسة. احنا كجامعة تونسية للتنس كما قلت لكم أبار لي تورنوا 15000 دولار اللي نظموهم عام كامل في المستير، كل جمعة عندنا دورة 15 وتوا ولينا نظموا 25000. الجامعة التونسية للتنس نظم السنة تحديدا 2022 باش تنظم إن شاء الله 12 دورة إي تي إف جونيور. غدوة إن شاء الله باش نكتبوا اختتام الدورة هذه اللي هي جراد 2، هذه دورة تضم أحسن لاعبين، لا ماجوريتي سون كلاسي أونتر لي 100 بروميير. مشكور شكر خاص نادي تنس بالحمامات اللي احتضن الدوره هذه في ظروف طيبه، تطبيق البروتوكول الصحي، الظروف كانت الحقيقه طيبه 100%. دونك اليوم باش يكون فينال دوبل، لي تونيزيان ايزون في ان بون باركور، فما هيبه والولاد الاخرين الحقيقه بون. نتمنوا في الدوره الجايه اللي هي باش تقام في حمام سوسه وتبدا اليوم وان شاء الله لحد الجاي زاده الاختتام نتاعها، اولادنا يعملوا ان ميور باركور الدوره هذيا. سنين سي غراد 2، احنا كيما تعرف فما غراد 5 غراد 4 غراد 3 غراد 2 غراد 1 وغراد A. بيان سور من لابارتيغ دو غراد 3 2 1 و A بيجيو احسن لاعبين في العالم، هذوما اللاعبين اللي ترقام توب 10 جونيور توب 100، وهذوما ان شاء الله من بعد تلقاهم في الدبليو في تي ا ولا تي بي. من جونيور يتعديوا يلعبوا دورات كيما نتاع مستير، يوليوا يتعديوا من التصنيف الجونيور نتاعهم اي تي اف، يطلعوا للتصنيف العالمي بيان سور دبليو في تي ا و ا تي بي. دونك هذوما دورات مهمين برشا، هذوما سي دي تورنوا كي فون بيرميتر من بعد لا ترانزيسيون دي جوار. عندنا جوارات الحقيقه كما قلت لكم متألقين برشا كما فريال
bien sûr, Kima Hiba Felbnet, Kima Rassil Ranim. Bon, c'est vrai, Rassil Ranim ou Hiba Asfar Men Feriel, mais Inch'Allah, Ntmane ou l'Almarajea. دخلت للدور النهائي وسلسلة الدورات ماهيش باش تاخذ بيان سور بعد عنا كرتاج عنا بنزرت وان شاء الله مزيد تألق لكل اللاعبين واللاعبات التوانسة. احنا كما قلت لك ننظموا في 15000 واول مرة سنين نظمنا اون سيري دو 25000 توا قاعدة تلعب اخر دورة جمعة هذه وان شاء الله نواكبوا زادا كذلك فعاليات النهائي نتاعها لحد الجاي توفى اخر دوره في ال 24000 باش نوليو في ال 25000 سامحني باش نوليو ديما ننظموا لي تورنوا 25000 وان شاء الله يا ربي بيان سور نو سوم سور لو بروجي دورغانيزي دوره كبيره ذو 250000 دولار الاونز كيما قلت لك الانفراستركتور هي الانديكاب مي ان شاء الله كان فهمنا معناها دي تنس بتونس وبيان سور هذا كل القرارات هذوما كل بيان سور ترجع اونز هي اللي تشوف الدات هي تشوف ال la surface اللي تحب تلعب فيها على خاطر اليوم جو كوا كي لي طون كون اورغانيز ان تورنوا الاونس وباقي باش نكملوا بيان سور نتجراو باش ناخذوا الانفراستركتور نتاعنا وان شاء الله كيما قلت انا شاده السيح في السيتي مانيش انا شاده السيح كسلمى المولي احنا كجامعه ومصلحه الرياضه ومصلحه كره المضرب ومسرح مصلحه اللاعبين الصغار واللي يظهر لي اليوم اقل حاجه تكون الجامعه التونسيه للتنس الملاعب الخاصه نتاعها دونك كيما قلت لك نو سوم سور دي كرون بروجي بيان سور انت عباره واحد تسال فيه تقول اليوم شنو باش طيب شنو باش تعمل هو ما عندوش دار ما عندوش حتى قال دونك سي جو سي سي ان اكزومبل سي ان درول ديكزومبل مي احنا كي تشوف هنا التورنوات الدوره نتاعنا اللي تو باش ننظمها في حمام سوس هي دوره الجامعه اللي تي اف كراد 2 جي باش ننظموا في ملاعب المرادي وفي حمام سوسه في سوسه كوا دونك توا ما عندناش ملاعبنا باش نقعدوا مره في سوسه مره في نسير مره في حمامات مره لهنا نمشيو نطلبوا من عند نادي حتى يكشفين يفيقوا شويه ويقولوا سي لو مومون اجامي الموارد موجوده واحنا اوني بوزيتيف احنا الحقيقه شكر خاص لسي كمال دقيش كل مره طلبناه كو سوسوا مشاكل الجامعه والا وقت باش تنظيم الدورات والا اي حاجه الحقيقه يدو ممدوده ومساند برشا لكره المضرب ومش من توا الحقيقه هو مشكور لكن كما قلت احنا مشكلتنا مع سيتي اولمبيك الحي الاولمبي اللي تمناو المسؤولين فيه هما يقوموا بالمبادره ويقولوا راهم التيرانات تهلكوا هاي الجامعه تحب تاخذهم واحنا نعاونوها وانا عندي فيهم الثقه يظهر لي وقايد حتى كشي لي نهار جرادان يتيح ولا تيران يزيد يتنقب اكثر خلي من توا مادام احنا مازالت عندنا الشحنه والموتيفاسيون باش ان نرنوا الملاعب ان شاء الله كي يوليو ملاعب نتاعنا وقت نوليو نعملوا دورات كل جمعه هذاك مستير يمشي على روحه في 15 و25 وحنا نعملوا دورات اخرى كبرى دونك لا فولونتي اي لا ديتيرميناسيون الي لا لي بروجي اي سون لا لي اوبجيكتيف اي سون لا مي مالوغوزمون انا با دانفراستركتور دونك معناتها ابروبو دورات كبرى ما نجمش نجاوبك انا هاني نرقى في الحلول لكن جو سوي بوزيتيف و جو سوي تري بوزيتيف ميم وان شاء الله ان شاء الله يا ربي معناتها جامعه تونسيه للتنس واللي تنظم دورات اكبر من اللي تنظم فيهم للشباب نتاعنا للاعبين للاشعاع للدبلوماسيه الرياضيه وكذلك ما يخفيناش اللي هي اللي تخدم كذلك اقتصاد البلاد وكذلك السياحه الرياضيه وهذا ايش نحبوا نفعاولوا هذه بلادنا لازمنا نقفوا معها وان شاء الله العباد الكل تمد اليد في اليد لمصلحه الرياضه التونسيه وسورتو مصلحه كره المضرب اللي اليوم خذت اشعاع كبير تونس في كافه الدول الكبرى لي كروند ناسيون دو تنس وباش نكملوا مشوارنا وباش نقعدوا اون فا ميليتي بور لا بون كوز ا سافوار سيل دافوار نوتر بروبر انفراستركتور ان شاء الله. شكرا لك مدام سلمى على التدخل نتاعك الثري ووضحت لنا برشا حاجات خاصة حكينا على تعلق محمد علي بولالونا كذلك رجوع إلى دورة أستراليا المفتوحة للتنس وأسباب انسحاب أنس جابر تعرض للإصابة وكذلك حكينا على المباريات الدولية الأواسطة اللي تلعبوا بالحمام وكذلك في سوسة شكر خاص كانت معنا مدام سلمى المولي رئيسة الجامعة التونسية للتنس هكا وصلنا لختام سبيسيال تنس شكر خاص لأيمن ليغا كان في الاخراج التقني احمد المخلوفي في الاخراج الرقمي كذلك في تمرير المكالمات الهاتفيه انس الهمامي عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو ملتقانا الاسبوع القادم
متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. سبيسيال تنس على الحياة تفهم. سبيسيال تنس على الحياة تفهم. أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات.